السابعه صباحا بتوقيت القاهره، هنا من اقصى الحدود الشماليه الشرقيه المصريه تنطلق في كل يوم من هذا التوقيت مئات الشاحنات من المساعدات الاغاثيه الموجهه الى سكان قطاع غزه في رحله وصفها سائق الشاحنات برحله العناء ومتجهه الى ما عرف بنقاط التدقيق التي وضعها واصر عليها الجانب الاسرائيلي. في هذا التقرير نرصد كل التفاصيل وبتوقيتات زمنية. رافقنا إحدى الشاحنات المتجهة لمعبر العوجة، لكن للطريق رواية أخرى يرويها أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله رب العرش العظيم. من اسم حازم حسن حسنين مصطفى، شغال العوجة من شهر 10، عملت 5 نقلات العوجة، بطلع من عند معبر رفح الساعة 6 الصبح. طريق امتد لأكثر من 40 كيلومتر بين معبري رفح والعوجة هو بداية رحلة إجراءات معقدة لم تحرك لها قوات الاحتلال ساكناً إنسانياً. نخش معبر العوجة تفتيش، أول حاجة التفتيش الأولي، بنفتح العربية كلها ونقعد في مكان مقفول كده، احنا بنطلع حوالي 100 عربية في اليوم. التفتيش الأولي ده ممكن يقعد ساعة، تفتشوا كل حتة في العربية. بنخش على بعد كده على الجهاز الإشعاعي، نقعد لنا ساعة برضو فيه أو أكتر، نفتش العربية، وبعد كده نخش على التفتيش تاني زي التفتيش الأولي كده، برضو بنفتح الدراج العدة كلها، كل حاجة بتتفتش من أول العربية لآخرها. وبعد كده نخش على الساحة، نفضل واقفين فيها برضو، تفتح العربية وتسيبها وترجع تقعد في مكان مقفول كده ما انتش شايف العربية وبتتفتش. وبعد كده بنخرج نمشي برضو 40 كيلو دولي لغاية ما نوصل معبر رفح. المشوار ده كله كده يعني ممكن ياخد 12 ساعة تفتيش كامل. دلوقتي وصلنا معبر العوجة، بقالنا ساعة في الطريق لسه واصلين، إن شاء الله هنبدأ إيه تفتيش بأمر الله. هنخش البوابة الشمال إن شاء الله ونخش نفتش بأمر الله، نطلع إن شاء الله. ومن داخل معبر العوجة قضينا وقتا ليس بالقصير، قارب 9 ساعات، مع سائقين آخرين انتظروا بدء إجراءات التدقيق. كثير من الشاحنات، وخلال الحديث مع عدد من السائقين أكدوا على أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في الجانب الآخر الهدف منها هو تبطيء حركة دخول المساعدات. بعد الانتهاء من هذه الرحلة ستعاود الشاحنات مرة أخرى الرجوع في هذا الطريق، وهو طريق الذهاب الذي يمتد لأكثر من 40 كيلومتر وصولا إلى معبر رفح مرة أخرى، وبعد ذلك الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. أنا كده راجع معبر رفح بعد رحلة طويلة في التفتيش، دامت حوالي 8 ساعات، وأخروا عجل كتير ورفضوا عجل كتير، وبالرغم من الرحلة كلها تعب والرحلة صعبة، كلنا مصممين إن شاء الله إحنا وإخواتنا السواقين مش هنسيب إخواتنا الفلسطينيين لما الأزمة بتاعتهم تقف بأمر الله. كل هذه الإجراءات التي لولاها لكان رقم شاحنات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة أضعاف ما يدخل حالياً. وهنيجي تاني وتالت وعاشر، ومش هنقعد خالص لما أخواتنا إن شاء الله ربنا ينصرهم بأمر الله.